وينضم إلينا للحديث عن خروج المدن العراقية من قائمة التصنيف العالمي لأكثر مدن العالم ملائمة للعيش في المسح الدولي السنوي لمجموعة الإيكونوميست من بغداد عبر الخط الهاتفي الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا، حياكم. بداية، ماذا يعني خروج جميع المدن العراقية من قائمة هذا التصنيف العالمي لأكثر مدن العالم ملائمة للعيش؟ نعم، في الحقيقة يعني هذه نتيجة طبيعية لحكم الأحزاب الطائفية وأحزاب المحافظة الطائفية وسيطرة جلسياتهم على مقدرات البلد وعلى خزينة دولة مثل العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم. ولو وجهت هذا السؤال لأي مواطن عراقي لأشار إلى هذا السبب، وإلا تسكين العاصمة بغداد بما تختلف من رصيد تاريخ ورصيد ثقافة فريد جدا. نعم، هذا حال أحزاب الفاسدة التي تمتلك الميليشيات وتمتلك عصابات تسجيل الأموال وعصابات الشرطة المنظمة التي سيطرت على خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 لغاية اليوم. اليوم للأسف عندما تتجول في بغداد على سبيل المثال تجد أنها مدينة كئيبة، مدينة تعمها الفوضى، مدينة غارقة في الظلام بسبب انعدام الكهرباء، بل أن نصف أو أكثر من نصف أحياء مدينة بغداد بلا خدمات أساسية من ماء ومن كهرباء ومن نظافة. فللأسف هذه نتيجة طبيعية لأحزاب لا تفقه شيئا سوى سرقة خيرات هذا البلد. نعم، وتوفيرها إلى دول أخرى. لكن ما الذي يؤخر الحكومة الحالية عن إطلاق مشاريع تنموية للمدن حتى تتحسن حالتها؟ لا تتوقع خيرا من حكومة أتت بموافقة هذه الأحزاب وهذه الميليشيات. اليوم حكومة الكاظمي الكل يعلم أنها حكومة ضعيفة وحكومة رهينة بيد هذه الميليشيات، بالتالي فإن القرار الحقيقي والدولة الحقيقية أو الدولة العميقة هي التي تتحكم اليوم في العراق وليس حكومة الكاظمي. أضرب لك مثل على سبيل المثال، اليوم المشاريع التي توجد في العاصمة بغداد والتي تدار من قبل المحافظة ومن قبل أمانة بغداد للأسف تسيطر عليها أحزاب سياسية وميليشيات، وكل هذه الأحزاب وهذه الميليشيات تبحث عن نسبتها وعن حصتها في المشاريع وفي الأموال التي من المفترض أنها رصدت لإقامة مشاريع في بغداد، لكن للأسف كل هذه الأموال نهايتها إلى جيوب هذه الأحزاب وهذه الميليشيات لأنها تسيطر فعلياً. نعم، على هذه المجالس. والمشكلة أيضا هو عدم وجود خبرات إدارية وهيمنة شخصيات سياسية في الأحزاب الموجودة على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ما تفضلت به من نهب وسرقة أيضا خيرات العراق. نعم بكل تأكيد، يعني للأسف الخبرات التي كان يزخر بها العراق اليوم ذهبت إلى دول أخرى، والشخصيات والكفاءات التي كان العراق يفتخر بها من اختصاصات هندسية واقتصادية ومالية وغيرها من الاختصاصات للأسف لم تجد لها مكانا بين صفوف الفاسدين وقطاع الطرق والعصابات. لذلك هذه الكفاءات من أجل أن تحافظ على حياتها للأسف ذهبت إلى الخارج، واليوم نرى قصص نجاح كبيرة في دول أوروبا وكذلك في دول الخليج في شخصيات عراقية أثبتت نجاحها في الأعمال التي تديرها هناك. نعم، أستاذ أحمد، ماذا عن العراقيين الذين ينظرون إلى هذا التراجع وهذه التصنيفات العالمية وفي نفس الوقت يتلقون وعودا يومية من الحكومة بأن هناك مزيد من الخطط والعمل على تطوير أحوال البلاد، هل هناك من الشعب العراقي من يثق في تلك الوعود؟ للأسف الكل يكتفي بالحديث أو بكتابة بوست
متواضع على صفحات التواصل الاجتماعي. للأسف كانت هنالك فرصة ذهبية للشعب العراقي لكي يغير من هذا الواقع. عندما خرج شباب تشرين في وسط بغداد وطالبوا بإزالة هذه الطبقة الفاسدة التي جعلت من بغداد ومن بقية مدن العراق أسوأ مدن للعيش ولتوفر الخدمات، لكن للأسف هؤلاء الشباب قد خذلهم غالبية الشعب العراقي واكتفوا بالتفرج على ما يجري بحقهم من عمليات قتل وعمليات اعتقال وعمليات تغييب منظمة. التغيير الحقيقي يبدأ عندما يأخذ الشعب العراقي زمام هذه المبادرة ويكمل ما بدأه ثوار تشرين من الثورة ومن الخروج ضد هذه الطبقة الحاكمة التي سوف توصل البلاد لحال أرجى من هذا الحال الذي نعيشه اليوم. وما تصاعد التظاهرات إلا دليل إضافي على عدم يعني ثقة الجماهير العراقية بأداء الحكومة وبالتالي بهذا التصنيف الذي وصلت إليه البلاد. نعم بالتأكيد، يعني لم يتحقق شيء من كل الوعود التي أطلقتها حكومة الكاظم وما تبقها من حكومات. لذلك يعني بذرة الثورة ما زالت موجودة وكل الأسباب التي خرج من أجلها ثوار تشرين ما زالت موجودة. اليوم الشعب العراقي والعراق يعاني من تردي الخدمات ومن انعدام الأمن ومن سيطرة ميليشيات على الشارع في وقح النهار، كما رأيناهم يستعرضون بأسلحتهم ويتحدون السلطة القائمة التي خرجت من بين صفوفهم. لذلك كل هذه الأسباب ما زالت موجودة، وربما في الأيام القادمة سوف نشهد ثورات وثورات أخرى. شكرا لك الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي من بغداد.